السلام عليكم. الإعلان في نواكشوط عن اختتام الدورة البرلمانية العادية الثانية للعام 2016-2017 على بعد أسابيع من حلول موعد الاستفتاء الشعبي المرتقب تنظيمه في 5 أغسطس 2017. الاختتام يأتي على وقع تغيب عدد من أعضاء الحكومة عن مساءلات من طرف أعضاء مجلس الشيوخ، هذا المجلس الذي عاد للواجهة من جديد، واجهة المشهد السياسي والدستوري في البلاد بعد تصويت أغلب أعضائه ضد التعديلات الدستورية وظهورهم للواجهة ضد هذه التعديلات والحديث عنها. إذن مسار تعاطي مجلس الشيوخ الموريتاني مع التعديلات الدستورية والاستفتاء المرتقب نبحثه في هذه الحلقة من برنامج المشهد مع ضيفنا الأستاذ مصطفى سيدات، عضو مجلس الشيوخ الموريتاني. أهلا وسهلا. شكرا. إذن اختتام الدورة البرلمانية تزامن مع تغيب عدد من أعضاء الحكومة خلال الفترة الأخيرة عن جلسات ومساءلات من طرف أعضاء المجلس، هل هي ردة فعل أم ربما صفحة جديدة من الفعل ورداته بينكم والحكومة؟ شكرا. فيما يبدو على أن الحكومة درجة تحملها لتسيير الأزمة الدستورية أصبح ضعيف، أصبح درجة تحملها للتناقض مع مجلس الشيوخ أصبح أسلوبه ضعيف في التسيير. على كل حال بالنسبة لمجلس الشيوخ، كيف ذلك؟ بالنسبة لمجلس الشيوخ العمل البرلماني عمل عادي، فيه المساءلة لأفراد الحكومة وفيه الرقابة على عملها وفيه التشريع، مصادقة على القوانين اللي تصدر من الحكومة. إذن بالنسبة لمجلس الشيوخ علاقة طبيعية وإن كانت في ظرفية غير عادية. يبدو عن الحكومة ارتأت في آخر المطاف عدم التجاوب مع مجلس الشيوخ، وهذه ظاهرة غريبة وسيئة. غريبة بها اللي الحكومة ملزمة من حيث معطيات مواد الدستور بالتجاوب مع أجوبة مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية. احنا بقينا نستجوب الوزير الأول حول بعض من التصرفات في الحملة القبلية اللي طلق في نواكشوط في الداخل، وبقينا نستجوب وزير الداخلية حول خطاب الكراهية المتنامي في الوطن بدون تصرف من الحكومة ولا مكافحته، وبقينا نستجوب وزير الخارجية حول منع باسبورات دبلوماسية اللي حق مرتب للشيوخ ورفضوا كامل الاستجابة والحضور. وهذه مظهر غريب، هل هو نوع من احتقار الغرف البرلمانية وبالتالي احتقار ممثلين الشعب؟ هل هو ضيق باع داخلين فترة من ضيق الباع عند الحكومة، ضعف قوتها على التعاطي في التناقض مع البرلمان والبرلمان؟ لكن بالمقابل هل هو تصعيد جديد من طرف أعضاء مجلس الشيوخ على اعتبار أن مثل هذه الأسئلة لم يكن مألوفا من طرفكم لأعضاء الحكومة؟ هل هو محاولة ربح يعني الوقت أم ماذا؟ أظن أعلن الأجوبة عمل روتيني وعادي ومخصص له في الدستور يوم الأربعاء، كل يوم أربعاء يعود في استجواب للحكومة. إذن ما هو شيء خارق للعادة. لكن طبيعة المساءلات جديدة عليكم في المجلس، يعني كنتم هادئين أكثر، هل تصعدون بعد أن صوتتم ضد التعديلات الدستورية واتضح أن النظام يعني سائر في طريق يعني الاستفتاء الشعبي ولا محالة مجلس الشيوخ سيتم إلغاءه، تريدون ربح الوقت والتصعيد أكثر؟ نحن نختار مباراه للمواطن الموريتاني على أهمية مجلس الشيوخ في رقابة العمل الحكومي. الحق لا يتقادم بعدم أخذه. إحنا إلى عدنا ما قط استجوبنا الحكومة، والله ما نستجوبه بقدر الكافي، إلى عدناها عمل عادي ما هو مثير. لكن في سياق غير عادي. السياق غير عادي بطبيعة الحال. السياق إحنا فترة أزمة بيننا إحنا والحكومة، والسبب فيها ما هو مجلس الشيوخ، السبب فيها الحكومة.
الحكومة هي اللي استهدفت مجلس الشيوخ استهداف غير قانوني، ووقفوا مجلس الشيوخ بصفة قانونية وراجعت له من جديد بصفة غير قانونية. إذا الظرف غير عادي، لكن العالم البرلمان على عمل طبيعي، هذا طبيعي، ولا اللي ما هو طبيعي هو موقف الحكومة، هي الطريقة اللي تتجاوب مع الحكومة بها لعدم الرد على العمل البرلماني الطبيعي. هذا هو اللي ما هو طبيعي، وهو اللي محل إثارة، وخالعنا خالعنا لين تعود الحكومة، اللي مطلوب منها قدر من الانسجام في احترام الدستور واحترام النصوص واحترام منتخبين الشعب، تعود تقضي لين تعدل شيء لا يتناقض مع هذا المشهد، وهذا خلل. لكن أين يعني أين الخلل؟ أين يكمن؟ أين عدم احترامكم؟ أين الإخلال بالقانون والدستور فيما يتجلى؟ احنا عند من نبدأ الرئيس وقال في النعمة عنه لا يحل مجلس الشيوخ، هذا نعتبره أنه تجني على 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 البرلمان، به للرئيس ما يحق له، وإن كان يبقيها ما يحق له، صرح علنيا في النعمة أنه لا يحل مجلس، هو ما هو ما غير 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 غادر على 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 عدل عملية حل مجلس الشيوخ، يقدر يقترحها، يقدر يديرها في حوار، يقدر يديرها في كذا، غير يكون أن رئيس الجمهورية اللي مطلوب منه حماية الدستور الموريتاني يوقف علنيا ويقول أنا لا ينحل مجلس الشيوخ، هذا تجني، هذا تجني من السلطة التنفيذية للسلطة البرلمانية. وقال إنه سيتقدم به كمقترح، قال عنه لا يحلوا، قال عنه لا يحلوا وهز جناح وقال أنا لا ينحل مجلس الشيوخ، هذا ما يحق له. وش عقبها؟ عقبها حملة عشوائية منظمتها الحكومة ضد مجلس الشيوخ، هذا ما اللي ما يحق له. احنا عندنا تقسيم في السلطات، كنا يحترم الثاني حدوده، لكن رقاش جا دار رقاش وجا داخل فيها وقال له هاي داري، هذا حقي، اذا انك ما عليك تجنى عليه ولا ما عندك اي حق تجنى عليه، لا يتعدل عمل اخر مشاورات، لا يتعدل حوار، حانيك تعدل الحوار وحانيك تعدل الانتخاب، وحاني الانتخاب يصادق عليه الشعب حدك تتمثل به. احنا وردوا علينا قوانين، على سبيل المثال قانون حقوق الإنسان، فيه على أنهم يلا يعدوا تقرير سنويا للجمعية الوطنية ولاهم دائرين في مجلس الشيوخ، كيف اللي مجلس الشيوخ ذات حد، قلنا لهم هذا القانون ردوه إلين يديروا فيه كنت مشوه مجلس الشيوخ، عادوا يردوه يديروا في مجلس الشيوخ، نوع من الاستعجال، ونوع من تجاوز صلاحيات غريب. ثانيا وزير استجوبوا الغرفة العليا ما يحضر، هذا غريب، هذا الا كيف شقالك تعود تخبص، لكن الغياب كان يحصل في الجلسات السابقة، كان من الطبيعي ومن العادي ان يتغيب وزير مثلا عن مسائل، هذا ليس لا، كان في العرف البرلماني اعلن لين يستجوب وزير وعود في مجلس الوزراء ينسحب من مجلس الوزراء ويجي لمجلس القرب البرلماني. لكن هل كانت المرة الأولى التي يتغيب فيها وزير عن مسائلة؟ ما يقدر يتغيب وزير عن مسائلة بدون اعتذار، يعود باعتذار مقبول، تغيب بدون اعتذار مقبول هذا نوع من نحن نعتبر عن الحكومة اليوم الحكومة مستقيلة، به اللي الحكومة دين تعود تابة تمثل قدام ممثلين الشعب نعتبرها مستقيلة، نارك الحكومة بالنسبة لنا مستقيلة، به اللي قاطعت العمل البرلماني في دورة مفتوحة طارحين قوانينهم، ميزانية الدولة لم تناقش لأن الحكومة ما جات تدافع عنها، بقات معلقة، قوانين أخرى بقات معلقة بمجلس الشيوخ لأن الحكومة ما جات تدافع عنها، هذا غير عادي، هذا ما هي نعتبر عنه نوع من الاستقالة، والله نوع من الازدراء بمنتخبين الشعب وبالغرف البرلماني. من الغريب وهذا يؤسف له أنه مظهر متنامي، أن هذا نوع من التجني وهذا نوع من عدم المسؤولية أنه متنامي، وأنا بعد أشجبه وندد به اللي الدولة عندها ثوابت، والثوابت اللي تعود السلطة اللي يالا تعود حامية ما تحمي وتعود هي اللي تخترق القوانين، الدولة عاتمها بالتريح، أنا اللي تعود أنت هو المسؤول عنك تحرص الرواية وأنت هو اللي تخربها، تصبح الدولة خربانة وما تتخرب. لكن أنتم الآن يعني ماذا أمامكم وأنتم تتمسكون باعتبار أن المسار الجاري بشأن هذه التعديلات غير دستوري والوقت أزيف بشأن حلول موعد هذا الاستفتاء الشعبي، ماذا أمامكم؟ إحنا اللي مكلفنا به الشعب الموريتاني هو الدفاع السلمي عن ثوابت الأمة دي.
هذه عدلناها في الدورة الأولى إلى إن جانا القانون أسقطنا بعمل برلماني واضح، أكثرية من مجلس الشيوخ صوتت ضد التعديلات. كان الأمر يجب أن ينتهي، الحكومة راجعت للكرة وغيرت من المسار وقبضت مسار غير دستوري، اعتبروا أنه انقلاب على الدستور الموريتاني. إحنا كغرفة تشريعية لكن اللي عاطينا القانون من الدفاع عن ذي القضية ندور نواسه، استحدثنا مقترح قانون. لحل جدل والخلاف قائم بشأن دستورية وعدم دستورية الأزمة، هذا المسار الأزمة يعني كل دستورية. طرف يعني تأويلاته القانونية والدستورية، لكن أنتم ماذا أمامكم؟ قلت لك طيب نحن أول شيء بعد أمامنا قاع سد الفراغ. إحنا عدلنا مقترح قانون ينظم الاستفتاء التأسيسي اللي هو تغييرات الدستورية، والاستفتاء التشريعي اللي هو الاستفتاء للأمور العادية. وجبنا عدلنا مقترح قانون ومشيناه للجمعية الوطنية. إذن ما تلفهم فراغ للتأويل. على الحكومة تتوقف عن ذا المسار ذا ودير بين يديها القانون. هو الحكومة واقعة ورطتين، الورطة الأولى أنها ما تعدل التغييرات الدستورية بالمادة 38 اللي ما يحق لها التغييرات الدستورية. الورطة الثانية أنها ما تعدل الاستفتاء بالمراسيم كيف اللي احنا في صيغة استثنائية. احنا ما لنا في صيغة استثنائية، الغرف مجدة، قانون لا يعدل يمشل في الغرف البرلمانية صادق عليه ولا ما صادق عليه، هما هم يعدلوه بالمراسيم. هذه ورطة 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 ثانية. احنا الورطة طرحنا لها مقترح قانون لجاك ما يعود تلفهم ما تلفهم فرق. على كل حال احنا ايش امامنا ان نواصل النضال لإحباط هذا العمل اللي غير دستوري، وان نوعوا الشعب الموريتاني عليه ونطلبوه يوقف بالمرصاد اللي وقف هذه مهزلة تخريب الدستور الموريتاني. واملنا كبير على ان الحكومة تراجع على المسار وتفتح حوار والله مشاورات موسعة حول الأطروحة كاملة إلى أن تقبل جوانبها القانونية الهادئة. وهذا هو أملنا. ما وسعت الحكومة وتمادات في السير اللي ماشي فيه، احنا نعتبر على ما أسس على باطل فهو باطل، وبالتالي ما نعترفين بنتائج ذا الله يخلق، ولا يتم أزمة دستورية قائمة، وهذا لا يزيد من تشرذم الساحة السياسية. حتى إذا ألقينا إذا ألقيت بباطل فإلقاؤك باطل. لكن كيف يعني حينما يتم التصويت بهذا المسار، وهذا المسار يثير الجدل القانوني والدستوري، ما في ولا شيء حاسم، يعني كل طرف لديه تأويلاته. لكن في النهاية إذا ما تجاوزنا يعني جدلية هل هو قانوني أم غير قانوني، دستوري أم غير دستوري، حينما يتم إلغاؤكم من طرف أغلبية المصوتين والمشاركين في الاستفتاء الشعبي، كيف ستتمسكون بالبقاء؟ احنا نعتبر عن الاستفتاء يسوى نتيجة شنو؟ أنه أسس على أسس باطلة ولا أننا معترفين بنتائجه، ولا تبقى قائمة أزمة دستورية. مجلس الشيوخ في الشوارع يندد بما كان، وندور محقنا نقبل المسارات كاملة بما فيها المسارات الخارجية وبما فيها التقاضي على المحاكم الدولية. ما أننا لهنا قبلوا إذا التخريب الدستوري يوقع ويمشي بحالته هذا، ويسوى الله يوخله به الحكومة. احنا دارك نرى عشوه لجنة الانتخابات منضتها وافية ولا يعدل بها ضرك الانتخابات. الإدارة معبأة كاملة بوسائل الدولة الموريتانية معبأة للاستفتاء، حتى أنها ما قد تنتكل على الحزب بل رئيس الوزراء وعادت الحكومة كاملة ضرك الواحدة فيها قضية الاستفتاء. وبطبيعة الحال أخذ الأموال العامة للقضية له. ثانيا فاتوا بدوا عمليات من التزوير لاحظناهم، بدأ التسجيل على كردان ديتا ما رافدهم ولاها، وبدأ جميع كردان ديتات كل إطار من اللي بي آر مطلوب منه يجمع 1000 كردان ديتا شراء ذمم. والله 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 الزرق في بلده لها، والله ما ذاك اللي يعدل بها ما نعرف هو شنو هو. هل مسار فات قبل مسار تزوير ومسار دفع الإدارة والممتلكات العامة في ذي الحملة الذهية، هذا كامل ما هو صالح وإحنا في غناء عنه. هذه التعديلات الدستورية ما فيها من القيمة ما هو إلقاء المحكمة السامية. مجلس الشيوخ ما هو قاعد هو المستهدف، مغطي على المحكمة السامية بها اللي الحكومة خايفة
من تقاضى على ملفات الفساد وعلى ملفات كذا وعلى خايفة تقاضى بالمحكمة الثانية، ولياك تحل حالة معها مجلس الشيوخ. احنا نعتبر عن، لكن أنتم بالمقابل لو لم يكن مثلا إلغاء مجلس الشيوخ مطروح في هذا التعديل، هل كنتم يعني ستصعدون بنفس الدرجة وتقولون بعدم دستورية وقانونية هذا المسار، وتقولون إن الهدف هو إلغاء محكمة العدل السامية وغير ذلك، أم أنكم تنتصرون للذات فقط؟ احنا ما عندنا ذات منتصرين لها، احنا شوابين من أهل موريتان، منضتنا وافية ولا نقيض في الرجوع للمسار البرلماني، ما عندنا فيه حاجة. احنا قائمين بعملية لياك ننقذوا الهيئات الدستورية الموريتانية، ولياك تعود السلطة السياسية ما هي في درجاج واحد. اللي موحول فيه الآن هو الغرف البرلمانية اللي فيها عنده ذات طابع استقلالي، إلا مجلس الشيوخ به اللي ما يقدر يحله الرئيس. الغرفة البرلمانية الأخرى يقدر يحلها الرئيس وبالتالي مقيد. احنا المستهدف هو جمع السلطات في يد الجهاز التنفيذي. شوف الجهاز القضائي متمكن منه به اللي رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وزير العدل هو اللي فكت القضاة، إذا هم ذوك أنهم دركة. الجمعية الوطنية مدروكة بأنها قد يحلها رئيس الجمهورية. مجلس الشيوخ هو الغرفة الوحيدة اللي في التشكيلة الدستورية هو اللي عنده ذات طابع استقلالي، وموجيه على ذات طابع الاستقلالي الخلطة يدور يمركزوا سلطة فيدهم هم، ويعود ما فهم ذا فصل السلطات، وهذا ما يبقوه ومثقل عليهم، وما زاد تطبعهم الروح الانقلابية، ما زال عندهم طابع الانقلابي ما هو طابع المدني، به اللي هذا من احتقار البرلمان واحتقار البرلمانيين والجز بهم في السجون والتنكيل بهم وعيبهم في كذا. هاي نعت المادة ما زالت عندها روح انقلابية، ما هي روح مدنية؟ كانت عندها روح مدنية. البرلماني محترم وممثلين الشعب محترمين والغرف البرلمانية محترمة، وتقسيم السلطات بين القضاء والبرلمان والجهاز التنفيذي هذا محترم، وخطوط حمراء. اليوم ما في خطوط حمراء، ما في شيء، ولا في تتكلم حد بالقانون يضحك فيك يقول لا قانون القانون، تكلم تقول له انا شيخ محترم، هذا الشيخ شنو خالد؟ قال لا الرئيس مارغانك من حليته. هذا هي دولتنا اليوم، وهذا يؤسف له، هذا المقام اللي احنا فيه يؤسف له ويثقل علينا. إيه تعد الدوله ما تات عندها ثوابت ولا تات عندها مرجعيه ولا فيها فصل السلطات ولا فيها سلطة للجهاز دستوري والله مؤسسي. الكلمة ترجع على رقاج واحد قال لأوامر العليا قال. لكن هل هي يقظة متأخرة أم ماذا؟ نتوقف مع فاصل قصير مشاهدين الكرام ثم نعود، يبقوا معنا. أكرر تمسكنا بالحوار نهجا لتجاوز كل العقبات والتعاون على بناء الوطن. والناس مدعوة والباب مفتوح. حيط الجامر يا يا أهل موريتاني، وهاو يوم 7 شو القصر المؤتمرات لهي تعدلوا حوار. وتأكد للرأي العام الوطني والدولي أن هذه المسرحية لا تستحق أن تسمى تمهيداً للحوار من باب أحرى حوار. باعتبارني أنا قاعد نتحاور معه ما لازم علي نقول أنا هو متفارشين حتى هم ولا هو ساقة ما هم متوافقين، هم طرفين خالق طرف حق وحق حق الصف ما في مول الحوار. ولا هو طريق وقع طريق الانقلاب، فات عدنا انقلابي وضاري في الانقلابات. فاصلهم على الحكم الفردي، فاصلهم على الفساد، حوار ما يمثل هذه النتيجه لن نشارك فيها ابدا. بل اننا نعلن ان يدنا كاحزاب بالاغلبيه ممدوده للحوار. النظام ما مهم عنده الحوار، النظام مهم عنده يشقى المعارضه الشيء المعاناة الشعب الموريتاني. المتنقلين هم متنقلين عن الحوار عن الخليج، وراجعين عنهم لا يسلكوا الطريق اللي له يتوصلهم الى الحوار الشعب.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل نقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، والتي نناقش فيها موضوع تعاطي مجلس الشيوخ الموريتاني مع مسار التعديل الدستوري والاستفتاء الشعبي المرتقب، مع ضيفنا الأستاذ مصطفى سيدات عضو مجلس الشيوخ الموريتاني. أهلا وسهلا. إذن قلتم فيما قلتم إنكم تأملون أن يتم مراجعة المسار من طرف النظام وفتح مشاورات أو حوار جديد في هذا الإطار. هنا يطرح السؤال، هل من اتصال بينكم وبين النظام في هذا الإطار، أم أن القطيعة هي كل ما هو موجود؟ على كل حال، احنا عربنا مرات، الأغلبية الرافضة للتعديلات الدستورية عربت مرات أنها مادة اليد لخلق جو مناسب للتشاور حول الأزمة وإيجاد لها حلول مناسبة. هذه اليد الممدودة أعطت فترة طويلة من الزمن لم تتجاوب معها الحكومة. وعلى كل حال، لذلك ماثنا بعد الشيوخ عن يتموا قائمين بعملهم البرلماني وجادين في رفضهم للتعديلات الدستورية. هذا الأسبوع الأخير بدأت اتصالات بين مجلس الشيوخ والحكومة على مستوى مازال بسيط، يغار بعد فم بدو اتصالات، وراجين إن شاء الله نوكل اتصالات الحكومة على أنهم يمكنوا من 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 دراسة الوضع بتأني من طرف الحكومة والنزول للمستوى المعقولية والدستورية ذاك الله يعد. على كل حال، الشيوخ كيف كانت طبيعة يعني هذه المشاورات؟ وهل إن كل فلمين العام لرئاسة الجمهورية فيما يبدو بالاتصال بالشيوخ ومعرفة اقتراحاتهم بمشاكل اللي مطروحة وكيف حلها، يظهر لأنهم دور يعودوا طاوها أنهم جاب معهم جولتين من المباحثات ويتحرى الشيوخ أن يفضي ذلك إلى اتصال على مستوى رفيع النقاش الأزمة وإيجاد لها الحلول المناسبة. هذا قد يفضي إلى شيء وقد لا يفضي إلى شيء. على كل حال، تطور جديد، احنا بعد لمستوى الشيوخ اعتبرنا انه قد يعود تطور ايجابي وتفاعلنا معاه على ذاك المستوى ذاك، هو وراجين ولا يمكن يعقب من حالة الازمة في صالح احترام الدستور وصالح المصلحة العامة والوئام موريتان فاصلة عاد تتوحد وفاصلة تنظر الامور بطرح متأني وجدي. احنا عندنا ياسر المشاكل في الوطن اللي منه للوحدة الوطنية تفكيكنا الاجتماعي، والمنه خطاب الكراهية، والمنه تأزم الوضع الاقتصادي، والهجرة من الرئاب للمدن، وهجرة رأس المال للخارج، وهجرة الشباب للخارج. عندنا ياسر من المشاكل اللي والانسداد السياسي والتجاذبات. هذه الوضعية تجعل موريتانيا في خطر كبير، والشيوخ واعيين ذاك ويختاروا يخلق مشاورات جدية في الوضع في الأزمة الحقيقية. هذه الأزمة مختلقة ولا هي اللي أساسية بها اللي قاعد إلى أن حل مجلس الشيوخ، ما هو قاعد مسوي شيء من المشاكل موريتانيا ولا ولو خل لما اللي باقي قد يعود ما هم مسوي يكون بعد اعتدال في التوازن البرلماني والتوازن الدستوري في المؤسسات. يقرق احنا الى حلينا مش عاطي، ما هو عاطي سباحت عاطي، لان خرقنا ازمه وان فككنا غرفه كانت عدى القراءه ثانيه متانيه وكان فيها نوع من التوازن حليناها، وحلينا محكمه الساميه كانت لها تتابع الجرائم وتعود كانها دبوس على على, على رؤوس المسؤولين، ما يقدوا يفترسوا في المال العام ولا يقدوا يخونوا امانتهم بهم اللي عارفين عنهم يقدوا يحاكموا عليها. خسرنا ذيك وحلينا مجلس الشيوخ. لكن هذه في النهاية يعني هذه رؤيتكم قراءتكم، يعني الطرف الآخر يرى بعكسها تماما ويرى بأنها تجلب أكثر مما يعني تجلب الكثير عكس بقائها. كثير شنو؟ شو قال لكم الكثير أنها تجلب؟ شو لا تجلب؟
على الأقل هم يطرحون الجانب المتعلق، وهنا تحاول أن تلعب الدور المعاكس، تصبح صحفي أصبح ضيف، لكن لا بأس، هم يقولون بأنه سيكون المسار المتعلق بالتشريع سيكون أكثر انسيابية منه. أنتم تعتبرون يعني معيقا أمام العملية التشريعية أكثر منه مسهل، يريدون أن يجربوا الجانب المتعلق بالغرفة الواحدة وهو موجود في العديد من البلدان. شوف شوف الدول اللي سبقتنا للغرفة الواحدة هي راجعت كامل وعدلت غرفتين. شوف كوت ديفار راعي حذاك هو رجع لها، مالي راعي رجع لها. الدول اللي فيها لا غرفة واحدة راجعت تعدل غرفتين بها اللي عرفت عن القراءة المتأنية الثانية أنها ضرورية للاعتدال. لا نعطيك مثال، إحنا الجمعية الوطنية واخذت قوانين وجاءوا المزر الشيوخ وردهم فيهم منهم قانون البنوك به اللي خاسر ورجع له وصحح تصحيح، والقراءة الثانية هذا ما ينقال عنه تعطيل، ما ينقال عنه تعطيل للتشريع، هذا ضروري تشريع ميدان متأني ما فيه ما فيه الانسيابية، هذه الانسيابية الجري وما فيه الجري هو فيه الاتساع. ياسر من القوانين اللي قبلت مسار استعجالي في سنتين ترجع لك لإعادة تصحيحها، إذا هناك ما هو خالق. الغرف الموريتانية اللي نخاف منهم عليه اللا الانسيابية، إنهم غرف تسجيل ولا رجابة الحكومة يوخوه لها، إلا ما قل نسبة شمال حق 5% من اللي تجيب الحكومة غير يعود كأنه ما يقدر يستر على عيوب اللي فيه يرجع، وياسر منه يأخذ بانسيابية في يقرأ بعد القراءة الثانية قراءة متأنية وضرورية للاعتدال والرقابة لعمل جودة العمل. لكن لماذا القراءة الثانية؟ القراءة الأخرى لا تعتبر متأنية، لا تقوم بدور يعني فيما يتعلق بالتفحيص وتنقية النص وغير ذلك، ماذا أنتم القراءة الثانية وأنتم المتأنون وأنتم الذين يقرؤون بتمحيص ودقة وغير ذلك، هل هي مفقودة في الغرفة الأخرى الجمعية الوطنية؟ لا، القراءة الثانية معناها القوانين تورد على مجلس الشيوخ وعدلها قراءة أولية ومشيها لهم للجمعية الوطنية، والله تجي الجمعية الوطنية في قراءة أولى وجينا احنا في قراءة ثانية. المهم أن النص يخلقوا عليه قراءتين ويؤخذ، والله ما اللي تخلي عليه قراءة ثالثة إلا خلق فيه تناقضات بين الغرف الثنتين. إذن هذا كان يخلق نوع من التوازن ونوع من التأني للتدقيق. هذا لا يعد الضرك، لا يعود غرفة واحدة ولا يعود قراءة واحدة، والدول اللي مجاورتنا كاملة اللي كلها فيها تعدل غرفة واحدة رجع للقراءة الثانية. إذن هذا الشكلي ما هو فحوى النقاش. فحوى النقاش هو أعلن إحنا ندوروا نغيروا الدستور، الهدف ما احنا بعد، انا بعد قراءتي البسيطه انه المحكمه الساميه هي المستهدفه، هي اللي ما نشوف شيء اخر ثاني. يقد يعود حل مجلس الشيوخ باستفتاء وتغيير الدستور باستفتاء، نعدله عرف ونقد الصبح نقضوا به للمنضه الثالثه اللي يحلم بها بعض من الناس ويروج لها. يقد يعود هذا لان نعدلها عاده وعرف تشريعي، إننا نقدر نعدل الاستفتاء لأنه هو اليوم من هذا ذلك العملية، كأن بنينا عرف للمستقبل، لا هي الصبح نعدل المال للمنضة الثالثة باستفتاء، وهذا قد يعود خطوة يلوذ لها. خلفية اللي تلوذ له الحكومة أنا بعد ما شفت فيه من شيء، ما هو على أنه المحكمة السامية أنها مثقلة على. طيب أنتم هل من تنسيق بينكم وبين يعني الأحزاب السياسية والأطراف يعني المناهضة والمناوئة للاستفتاء الشعبي المرتقب؟ احنا ما الى الان مجلس الشيوخ ما عدل تنسيق مع الناس. مجلس الشيوخ سجل بارتياح تجاوب قدر من الفاعلين السياسيين والاحزاب والمعارضه والوطنيين لمعارضه التغييرات الدستوريه المطروحه، سجلناها بارتياح ومثمنينها وعاطينها قيمتها، غير مجلس الشيوخ مازال يشتغل على مستواه هو، نضاله مازال نضال غرفة. اليوم العمل البرلماني في الدورة العادية انتهى، احنا عندنا لجنة أزمة متابعة الأزمة ودور تشوف في الوقت المناسب التنسيقات، التنسيق اللي الله يعدل مع الأطراف المعارضة، احنا معارضين للتعديلات الدستورية، وكل موريتاني يسوى حزبي تشنهي ويسوى معارضة الراديكالية وغير الراديكالية إلين يعود مهتم بإسقاط التعديلات الدستورية، إحنا ندور المدور وليد
وندور نتمادوا معه. واليوم مادين ليد في الاتجاهات الاثنين، مادين ليد للحكومة المراجعة المسار وفتح مشاورات لحل حالة الأوضاع، وما ندور المدويدين للمعارضين الموريتانيين سواء كانوا أحزاب أو أشخاص لإسقاط التعديلات الدستورية. بنا قناعتنا أنه ما هو المصلحة الموريتانية، وأنه تخريب للدستور، وأنه عرف اختراقي لا يبتنع عليه الشيوخ الخرداني، ما نقابلين ولا وزين عنده. وبين المد والجزر ينتظر ما ستحمله الأيام القادمة بشأن التعديل الدستوري المرتقب. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا أشكر ضيفنا الأستاذ مصطفى سيدات عضو مجلس الشيوخ الموريتاني. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج المشهد. لكم تحايانا جميعا، السلام عليكم.